أهلا بكم في الأجندة قبل أيام احتفل الكثيرون في العالم بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 25 ديسمبر وهو اليوم الذي اختارته الكنيسة في القرن الرابع الميلادي اختارته لميلاد المسيح عيسى بن مريم مع أن أكثر رجال الدين المسيحي اليوم باتوا مقتنعين بأن المسيح لم يولد في هذا العام ولا في العام الميلادي الأول لكن لم يعد بإمكانهم أن يغيروا شيئا حتى لو كان مخالف للحقيقه الواقعيه. المهم ان الاحتفالات جرت وجرى معها في عالمنا الاسلامي نقاش جانبي ومتكرر كل سنه حول شرعيه الاحتفال باعياد المسيحيين. ومخاطر ذلك على الهويه الاسلاميه. وهذا النقاش يواكب نقاش اخر عندنا في اليمن حول الهويه القوميه لليمنيين. ويواكب جدلا متصاعدا حول مفهومي القوميه العربيه والهويه العربيه. ولهذا رايت ان يكون موضوع الهويه هو موضوع هذه الحلقه نناقش يعني في بعض مفاهيم او بعض عناصر هذا المفهوم وتحديات موضوع الهويه فكونوا معنا كلمه هويه التي ينطقها البعض بشكل خاطئ بفتح الها يقول هويه والصواب هويه لأنه هوية من هوى هوى يهوي يعني يسقط والهوية بالضم من الضمير هو نسبة إلى هو كلمة هوية هي مصدر صناعي كما يقولون من الضمير هو أي أنها تشير إلى الشيء بما هو فيه يعني هي جواب على سؤال ما هو أو ما هي سواء كنا بنسأل عن شيء مادي أو عن ظاهرة إنسانية أو اجتماعية حين أسأل مثلا ما هي الطائرة؟ ما هي الطائرة الحربية اف 35؟ فهذا يعني اني اسأل عن خصائصها صفاتها فتجيبني مثلا هي طائرة مكونة من كذا وكذا وتعمل بالطريقة الفلانية وتمتاز عن غيرها بالامور الفلانية وطبعا الطائرة الحربية اف 35 تشترك مع الطائرات الحربية الاخرى في صفات ومكونات كثيرة ولهذا لكي تميزها عن غيرها من الطائرات الحربية لا بد أن تذكر خصائصها الأشياء التي تميزها عن غيرها فتقول مثلا هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الحربي وهي الطائرة الأكثر تقدما في الجيش الأمريكي والعالم تصنع من مواد تجعلها هدفا صعبا للرادارات يعني الرادارات اللي بترصدها تتميز بسرعتها الفائقه التي تصل ل 1200 ميل في الساعه وتتمتع بميزه الاقلاع والهبوط بشكل عمودي يعني ما تحتاجش مدرج وغير ذلك من الميزات هذه هو هي هويه طايره اف 16 هذا اختزال ضروري في الاجابه على سؤال ما هي الطائره اف 35 عفوا لان الاجابه المفصله لابد ان تذكر حتى المسامير والأسلاك التي تتكون من الطائرة هذا الإجابة المفصلة لكن أنت ما تحتاج هذا هذا صعب هذا عند تعريف الأشياء المادية صعب فما بالك بتعريف الظواهر الاجتماعية والظواهر الإنسانية الأمر يبدو مستحيلا تماما لأن الظواهر الإنسانية أكثر تركيبا من ناحية وهي في حالة تطور مستمر دائما من ناحية الثانية يعني هو هي ثابتة يعني ليس هناك ظواهر ثابتة في الجوانب، في الجانب الاجتماعي والانساني لكي نعرفها ولهذا لابد من الاختزال عند تعريف الظواهر مثلا لو اردنا تعريف العربي حنقول ما هو العربي يعني ما هي هويه ما هي الهويه العربيه الاجابه المفصله على هذا السؤال لابد ان نذكر فيها جميع مكونات المكونات التاريخيه والنفسيه والثقافيه واللغويه والجغرافيه والمناخيه الى اخره التي يتكون منها مفهوم العروبه وهذا مستحيل بالطبع لهذا عند تعريف العربي او القوميه العربيه نحتاج فقط الى ذكر ما هو خاص بهذه القوميه يميزها عن غيرها من المكونات السابقه يعني ممكن نقول العربي هو الانسان الذي يسكن المنطقه الجغرافيه الفلانيه ولغة الثقافية هي اللغة العربية ويقول الشعر العمودي بالطريقة الفلانية ولديه العادات والتقاليد الفلانية وهكذا نظل نذكر المكونات التي تميز الشخصية العربية عن غيرها من الشخصيات الشخصية الصينية أو اليونانية أو الأفريقية وهكذا وهذه مكونات الهوية العربية وكذلك إذا أردنا أن نعرف الشخصية اليمنية والقومية اليمنية لا بد أن نذكر الخصائص ما يخص الشخصية اليمنية عن غيرها من الشخصيات المجاورة الشخصية العربية السعودية أو العمانية أو غيرها لكن مشكلة التعريف هذه ربما تكون أبسط يعني أبسط مشكلة في موضوع الهوية ربما هذه أبسط شيء لأن موضوع الهوية يطرح اسئلة كثيرة صعبة، والناس بحاجة إلى فهمها وخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع العربي عامة والناس واليمن على وجه الخصوص. لأن الناس في الظروف الصعبة اللي مثل هذه دائما تعيد النظر في كل مسلماتها القديمة وتطرح الأسئلة الأساسية على نفسها من نحن؟ من نحن بالضبط؟ وماذا نريد؟ الى اخر ذلك. الى اخر هذه الاسئله الاوليه التي يطرحها الجيل على نفسه لكي يعيد بناء نفسه على اصول واضحه. لكن لماذا تعيد المجتمعات تعريف نفسها في الظروف الصعبه يا ترى؟ لماذا يضطر بعض اليمنيين اليوم لطرح فكرة القومية اليمنية مثلا هذا يجر إلى السؤال الأول في مشكلة الهوية في مشكلة الهوية وهو السؤال الذي لا يطرح غالبا في الدراسات الخاصة بهذا الموضوع أعني سؤال لماذا نحتاج إلى تحديد هويتنا أصلا لماذا نحن بحاجة إلى تحديد هذه الهوية ألا يستطيع ألا يستطيع الإنسان أو المجتمع أن يعيش من غير التفكير في موضوع الهويه؟ الا يكفي ان يقول الانسان مثلا لنفسه انا انسان وكفى؟ هذا سؤال يستحق ان نقدم له اجابه واضحه قبل ان نمضي في مناقشه بقيه الاسئله. <applause> لماذا لا يكتفي الانسان بالقول انا انسان وكفى؟ لماذا يحتاج دائما الى ان يعرف نفسه بانه ينتمي الى القوميه الفلانيه او الدين الفلاني او الثقافه الفلانيه هل يحتاج الى ذلك فعلا الجواب نعم لا يستطيع الانسان ان يعيش بدون ان يعرف نفسه لان الناس بدون هويات مشتركه مثل البيوت بلا عناوين ولان الانسان بلا هويه هو انسان بلا هدف واضح وبلا مشروع وقبل ان نشرح هذه الحقائق بوضوح لابد ان نفند خرافه منتشره في بعض في بعض الاوساط. هذه المشكله هي التصور بان المجتمعات الانسانيه قد تتطور يوما ما وتصبح مجتمعا انسانيا واحدا بلا فروق ولا هويات متعدده، في ناس بيفكروا هكذا. يعني هناك بعض الرومانسيين الذين يتصورون ان المجتمعات المختلفه المجتمعات المتخلفه ستلحق يوما ما بالمجتمعات المتقدمه وتصبح جزءا منها او جزءا من الحضاره الانسانيه الحديثه يعني بيقولوا ان التكنولوجيا الحديثه كفيله بتقريب المسافات بين البشر وكفيله بدمج الثقافات او تذويبها في بعضها الى ان نصبح امام ثقافه انسانيه واحده وسائل الاتصال والتواصل الحديثه واليات العولمه كما يقولون كفيله بفعل ذلك، لكن هذا في الحقيقه مجرد خرافه. البشر سيظلون في حاله اختلاف في حاله تعدد هويات الى الابد. ويستحيل ان يندمج الجميع في هويه او في هويه واحده مشتركه. مستحيل. حتى لو تخلوا عن أديانهم القديمة مثل ما بيهيأ لهم حتى لو كونوا مجتمع علماني حديث لا علاقة له بالدين والثقافة الغربية التي يعتبرها البعض ثقافة إنسانية جامعة هي نفسها منقسمة على نفسها منقسمة على نفسها من ناحية ولا تعترف بوجود حضارة واحدة شاملة من ناحية أخرى الفرنسي الفرنسي لا يتقبل الثقافه الامريكيه بسهوله قبل سنوات كانوا بيناقشوا طغيان الافلام الامريكيه في السينما الفرنسيه ولازم يوضعوا حد الالماني لا يتقبل الثقافه الفرنسيه بسهوله الفرنسي ما يقبلش الاعلانات مثلا تطغى في يعني العناوين والاعلانات ان تكون باللغه الامريكيه باللغه الانجليزيه داخل بلده تركي ما يقبلش انك تسوي لوحه للمحل عندك بلغه غير اللغه التركيه الا اذا كانت مترجمه يعني بشروط خاصه هذا حفاظا على الهويه ما حد يفرط في هويته بسهوله وكل مجتمع من هذه المجتمعات يرى نفس الصاحب ثقافه مستقله مميزه داخل التشكيل الثقافي الغربي العام نفسه حتى داخل التشكيل الغربي في ثقافات او هويات فرع فرعيه صغيره وكل واحد مش 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 موافق ولا يفكر انه يذوب هذه الثقافه الفرعية في الثقافة العامة للأوروبيين أو الهوية الخاصة للثقافة الهوية العامة أوروبا لا تقبل روسيا أوروبا لا تقبل روسيا داخل التشكيل الغربي والتشكيل الأوروبي مع أن روسيا من الناحية الجغرافية والدينية والثقافية تعد جزءا من أوروبا يعني من الناحية الجغرافية فإن الجزء الغربي من روسيا ينتمي إلى القارة الأوروبية وموسكو داخل في هذا العاصمة هذا من الناحيه الجغرافيه ومن الناحيه الدينيه تنتمي روسيا الى الحضاره المسيحيه وثقافه الروس هي هجين من الثقافه الشرقيه الخاصه والثقافه الغربيه يعني كان للثقافه الفرنسيه تاثير كبير على الروس ايام روسيا القيصريه وما بعد روسيا القيصريه وحتى الملامح الجسديه للانسان الروسي تشبه تماما بنيه الانسان الاوروبي، ملامح الانسان الاوروبي العيون الزرقاء والشعر الاشقر والطول البنيه وما شابه ذلك. يعني كل المبررات تقول ان روسيا جزء من التشكيل الاوروبي الغربي الا ان الغرب واوروبا لا لا يعترف بذلك ولا يقبل به. يتعامل مع روسيا باعتبارها عدو محتمل. في اخر استطلاع شعبي قبل شهور رأى أكثر الأوروبيين أن روسيا ليست غربية الشعب نفسه بل أن أوروبا نفسها تتعامل مع اليونان باعتبارها حالة خاصة داخل أوروبا مع أن اليونان تقع في صلب القارة الأوروبية ومع ذلك ومع أن الفلسفة اليونانية نفسها كانت أحد أهم العناصر التي شكلت العقل الأوروبي الهوية الأوروبية والثقافة الأوروبية هو القانون الروماني والديانة المسيحية والثقافة اليونانية هي اللي شكلت العقل اليوناني. لكن مع ذلك لا يقبلون باليونان. كل ذلك لمجرد ان روسيا واليونان ينتميان لمذهب مسيحي مختلف عن المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي البروتستانتي اللي في اوروبا. مذهبهم هو المذهب الارثوذكسي في روسيا واليونان. فما فيش غير هذا المبرر اللي خلاهم يفصلوهم عن عن اوروبا ويعتبروهم حالات مختلفة. فكيف نتوقع أن, ان يقبل الغرب الاعتراف بالثقافة العربية او التركية مثلا او الثقافة الشرقية عامة؟ وكيف نصدق أن انه انه الغرب يسعى الى توحيد الثقافة الانسانية؟ لا الحقيقة انه الغرب لا يقبل منك الا شيئا واحدا فقط هو ان تذوب فيه. ان تذوب فيه. ان تندمج في ثقافته اندماجا كاملا. أن تصبح ثقافته هي ثقافة الجميع بحيث لا يبقى لديك هوية خاصة أو تبقى مجرد يقبل منك تبقى مجرد الآخر وعلاقته علاقته بك هي علاقة تحددها أطماع فيك أو مخاوف منك وهذا ما يدفع البعض للقول إذا كان للغرب مخاوف لأنهم مدركين أن الغرب مخاوف مننا وأطمع فهم بيقولوا إذا كان الغرب مخاوف فلماذا لا نزيل هذه المخاوف؟ وإذا كان أطماع فلماذا لا نندمج في التشكيل الغربي ونخلص وتكون دقيق زيتنا في دقيقة ما يقولوا ما دمنا عاجزين عن مقاومة هذا الغرب القادر ما الذي سنخسره إذا اندمجنا في الحضارة الغربية وتنازلنا عن هويتنا الثقافية الخاصة ما دام أنها ثقافة فاشلة ولن نحصل من ورائها سوى على المشاكل يعني هذه اسئله يطرحها بعض الشباب اللي هو مفتون بالنموذج الغربي وبيعتقد انه نموذج عالمي وينبغي ان ونموذج دائم ثابت سيستمر الى ما لا نهايه وانه كما قال فوكوياما نهايه التاريخ اسئله كان ينبغي ان تكون اجاباتها جاهزه في ادبياتنا الفلسفيه هذه الاسئله من وقت مبكر لكن نحن امه بنعتبر الفلسفه زائده مثلما ان الانسان لا يختار نسبه البيولوجي كذلك فانه لا يختار نسبه الحضاري والثقافي يعني مثلا انت لا تختار امك وابوك واصلك وفصلك انت لا تختار هذه الامور هذه الامور هي اللي تختارك كذلك فانك لا تختار حضارتك وثقافتك لأن هذه الأمور هذه الأشياء،, هذه الأشياء توجد قبلك عندما يولد الإنسان في مجتمع معين فإنه يصبح جزءا من حضارة هذا المجتمع وثقافته وكل مجتمع بشري لابد أن تكون له هوية خاصة لا يستطيع المجتمع أن يستمر بدون هوية ثقافية متجانسة لا يستطيع لماذا؟ لأن الهوية الثقافية هي خيط المسبحة الذي يجمع افراد المجتمع وينظم علاقاتهم ويعطيهم صوره واحده ويخليهم لحمه واحده ويوجههم في مسار واحد يعني هي مثل الصمغ الغراء الذي يلحم يلحم الاعضاء في جسد واحد الهويه هي الشريان الذي تسري فيه احلام المجتمع وطموحاته واماله والمجتمع الذي بلا هويه مشتركه هو مجتمع لا يعرف من هو والذي لا يعرف من هو لا يعرف ماذا يريد ولا يعرف كيف يحقق ما يريد يعني مجتمع بلا مشروع مجتمع بلا مشروع يعني مجتمع فاشل وهذا هو الذي دفع المفكر الامريكي الشهير صمويل هنتنغتون صمويل هنتنغتون دفع لتاليف كتاب بعنوان من نحن؟ طبعا صامويل هنتاجتون بالمناسبه هو صاحب نظريه صدام الحضارات المشهوره او على الاقل هو اشهر من نظر لها اذا كانت موجوده من قبله وله كتاب مشهور بهذا العنوان اسمه صدام الحضارات يعد هذا الكتاب واحد من اهم المراجع للسياسه الخارجيه الامريكيه في الفتره ال 15 سنه الماضيه هذا الرجل الف كتابا كبيرا يتجاوز ال 500 صفحه علشان يجاوب على سؤال واحد فقط هو من نحن؟ يقصد الامريكيين يعني. وهذا السؤال مش بسيط لانه سيترتب عليه توجهات سياسيه واقتصاديه واخلاقيه، انت لما تقول من نحن لما تحدد هويتك بتحدد بعدها سياساتك الاقتصاديه والثقافيه والسياسيه وموقفك من الاخرين ومن كل شيء. اذا كانت الاجابه مثلا نحن اوروبيون بيض اجابه الامريكي يعني فهذا يعني أن السياسة الأمريكية لا بد أن تراعي مصالح أوروبا والبيض تحديدا إذا كانت الإجابة هي أن الأمريكي هو المهاجر الإيرلندي الأول اللي أسس أمريكا بصورة أساسية إذا كان هذا هو الأمريكي فهذا يعني أن الأوروبي اللاتيني اللي جاي من أمريكا اللاتينية أو الأسيوي هؤلاء ليسوا أمريكيين مجرد عناصر ثانوية طارئة على الهوية الأمريكية ويجب وضع حد لها وهذا هو الذي دفع هنتنجتون لتاليف كتاب من نحن لانه لاحظ كما لاحظ غيره ان الهويه الامريكيه تباينت واختلفت من فتره لاخرى عبر العصر عبر العصور الماضيه يعني في البدايه عند تاسيس امريكا كان الامريكي يشعر انه اوروبي اكثر من انه امريكي وبعد الحرب الاهليه الامريكيه بدأ يتعزز لديها الشعور القومي، بدا يشعر انه امريكي فعلا يعني مش وينسى جذورها الاوروبيه. وهذه القوميه الامريكيه كانت مركبه ايامها من عناصر هي اللغه الانجليزيه والمسيحيه البروتستانتيه والالتزام الديني لانه كانوا ملتزمين اكثر من اوروبا دينيا المتطهرين يعني في امريكا وعناصر اخرى مثل المفاهيم الانجليزيه للحكم القانون، مسؤوليه الحكام، حقوق الافراد، قيم العمل الحر، ومساله اخرى ومهمه هي الاعتقاد هذه كانت تميز الامريكي، الاعتقاد بانه لدى الناس القدره والواجب على خلق جنه في الارض. هذا ما يخص هذا هذه سمه من سمات العقل الامريكي كانت مميزه. انه الانسان قادر على ان يصنع الجنه في الارض. هذه هي عناصر العقيده الامريكيه كما وضعها الرئيس توماس جيفرسون في بدايات التاسيس. لكن هذه الهويه فيما بعد بدات تتعرض للتشويش منذ ستينيات القرن الماضي من بعد ما امريكا فتحت وانخرطت في العالم يعني. بسبب انفتاح امريكا على المهاجرين اللاتينيين والاسيويين الذين جاءوا بلغاتهم وثقافاتهم الخاصة وخاصة المهاجرين اللاتين اللي جاءوا من من أمريكا اللاتينية جاءوا بلغتهم الأسبانية لأنه لغة أسبانية في المكسيك والبرازيل وجعلوها جعلوا اللغة الأسبانية هذه أبرز منافس للغة الإنجليزية وهذا تهديد خطير بالنسبة للثقافة الأمريكية من وجهة نظر الأمريكان الأنجلوسكسان دفع ترامب والصقور في الجمهوريين دفعهم لاقتراح وضع جدار عازل بين امريكا والمكسيك لمنع تدفق المهاجرين اللاتين، الى هذا الحد وصل الخوف على الهويه الامريكيه. المؤسسات الثقافيه والسياسيه الامريكيه مشغوله جدا بسؤال من نحن؟ لانها تعرف انها اذا لم تقدم اجابه واضحه على هذا السؤال حتتشتت ستتشتت قواها وتضعف وحدتها الوطنيه لان الاجابه على من نحن تعني ماذا نقول في مناهج التعليم مثلا ماذا ما هي الاخلاق التي ينبغي ان نلتزم بها نظريتنا في الاخلاق ما هي وماذا نفعل في مجال السياسه وماذا نفعل في مجال الاقتصاد وهكذا هذا معنى من نحن لما تجاوب على من نحن فانت تعرف نفسك وتميزها لكي تعرف ماذا تريد وكيف تصل إلى ما تريد ما هو السؤال يعني ترفيهي كذا يعني من أجل الانبساط إذا الاشتغال بسؤال الهوية ليس عمل المتخلفين كما يظن بعض الشباب العربي المفتون بالنموذج الغربي لما نتكلم عن الهوية العربية أو الهوية اليمنية هناك أجيال من الشباب العربي اليوم ضاقت من تخلف العرب وضعفهم وانقسامهم وحروبهم حروبهم العبثيه ومن فشلهم الحضاري فقررت هذه الاجيال الانسلاخ من الهويه العربيه والتخلص من كل العناصر الدينيه والثقافيه والاخلاقيه التي تمت لها يعني وذهبوا يبحثون عن هويات اخرى صغيره يطالبون بقيه العرب ايضا بالتخلص من الهويه العربيه لصالح هويات اخرى صغيره فرعيه داخل الهوية العربية القديمة. أو لصالح ثقافات مغايرة تماما كالثقافة الغربية، الاندماج في الثقافة الغربية في النموذج الغربي. مشكلة هذه الدعوات أنها غير عملية من ناحية وغير مجدية من ناحية ثانية. كيف يعني غير عملية؟ يعني صعب تتحقق في الواقع العملي. ممكن تنجح على مستوى الأفراد شخص يقرر الاندماج الكامل في الهويه الثقافيه غير هويتها الاصليه هذا ممكن لكن هذا على مستوى المجتمعات بالكامل صعب او مستحيل صعب يتخلى المجتمع الصيني او الروسي او الفرنسي عن ثقافته لصالح الثقافه الامريكيه مثلا مع ان الفروق بينهم بسيطه هناك من يطرح ان التجربه اليابانيه دليل على إمكانية تحول المجتمع بالكامل من ثقافة إلى أخرى. كما فعل اليابانيون في العصر الحديث عندما تخلصوا من ثقافتهم الخاصة والشرقية وتبنوا الثقافة الغربية وأصبحوا بلدا غربيا في الشرق. بلد أوروبي في الشرق. لكن هذا المثال ما زال بحاجة إلى نقاش لأسباب عديدة منها أن اليابان اليوم تعرف نفسها بوصفها مجتمعا صناعيا اكثر من اي شيء اخر. النجاح الذي يحققه اليابانيون في مجال التكنولوجيا هو الذي يلهيهم الان عن طرح سؤال الهويه ومشكله الهويه. لانه مجتمعهم مغلق مجتمع مغلق يعني غير مفتوح على الجنسيات الاخرى والثقافات الاخرى غير الثقافه الاوروبيه. ولا يتعرض للتهديدات التي يتعرض لها المجتمع الامريكي مثلا، اليابان مغلق يقال انها بلد غربي صحيح بثقافته وتحضره لكن هذا البلد الغربي لا يستقبل مهاجرين ولا يستقبل لاجئين مثلا كما يفعل الغرب، وصوته في مجال حقوق الانسان ضعيف ومساهماته في نشر الديمقراطيه اضعف بكثير. ثم ان اليابان ليست محل طمع من قبل الامريكان والغرب كما هو حال الوطن العربي مثلا. علشان يسووا لها مشاكل ولا هي مصدر خوف على النموذج الغربي كما يخافون من النموذج الإسلامي مثلا علشان يسووا لهم مشاكل والتفاهم الأمريكي الياباني سببه الـ الـ الأساسي هو الخوف المشترك بين اليابان وأمريكا من الصين وروسيا يسووا مسمار في الشرق هناك في شرق آسيا كما فعلوا للغرب للوطن العربي مسمار إسرائيل وإذا حدث شيء يؤثر على مستقبل الصناعة، التقدم الصناعي في اليابان نتوقع أنه يظهر الجدل حول الهوية اليابانية من جديد كما ظهر عند بداية التحول الياباني إلى المجتمع الجديد. هنتنجتون الأمريكي هذا في كتب في كتابه صدام الحضارات قال أن اليابان استوردت من الغرب الحداثة ولم تستورد التغريب، يعني استوردت الصناعة وما استوردتش الثقافة الغربية، لكن هذا الوصف في الحقيقة ينطبق على الصين أكثر من اليابان. الصين مجتمع لا يتبنى الثقافة الغربية والنموذج الغربي ومع ذلك هو مجتمع صناعي ناجح يتقدم باستمرار. والصين بهذا تعطي درس للعرب في أن التقدم لا يشترط الانسلاخ من الهوية والذوبان في هويات أخرى. وإنما يشترط تصحيح الهوية نفسها. كان عندهم مشاكل ثقافية تخلصوا منها عندهم مشاكل في تراثهم الصيني تخلصوا منها وحافظوا على هوية خاصة هذا اللي بنحاول نقنع به أصحابنا في العرب والمسلمين حاولوا هم يتلافوا نقاط الضعف اللي عندهم في ثقافتهم ويعززوا نقاط القوة فيها هذا هو المهم لأنك حتى لو قررت الانسلاخ التام من هويتك الثقافية هذا لن تكون عند الله الغرب اقرب من الروس واليونان انت كعربي يعني مشكلتك ايها العربي مع الغرب اعمق تتعلق بعاملين فقط مع يعني مشكلتنا مع الغرب لها عاملين الخوف والطمع الخوف من يقظه هذا العربي والطمع في ثروته اذا تخلصت من عوامل الخوف اللي في مقدمة الدين عندهم ال... الإسلام يعد عامل مخيف لأوروبا لأسباب كثيرة منها أنه بيزحم الثقافة الأوروبية بيزحم الثقافة الغربية لكن إذا تخلصت من هذا العامل وأمنت أوروبا في هذا الجانب لن يتخلص الغربي نفسه من أطماعه في ثروتك ومقدراتك وموقعك وإلى آخره باختصار العالم لن يصبح جنة في يوم من الأيام والحركة السياسية تشبه حركة السيارات في الخط العام يعني حتى لو أنك سواك جيد وبتسوق بشكل ممتاز أنت ما تضمنش السواقين الآخرين يتحشوا فيك ويصدموك أنت ممكن تكون عربي كيوت وتحسن مظهرك أمام الغرب لكن هو نفسه لن يتخلص من عقد اتجاهك عنده مشكلات يعني حتى لو تخلصت من الإسلام يعني صحيح هيروح أكبر مشكلة بينك وبينه لكن ستظل هناك أطماع فيك في ثروتك في موقعك الجغرافي هو لا يريد هو يحتاجك سوق مستهلك، ما يشتك تكون منتج ومحتاجك تكون مورد للمواد الخامة، يحتاج تكون أنت يعني مصنع تزاحمه في الصناعة. عموما يعني ستظل مشكلة الشرق الأوسط عقدة في في العقل الغربي لن يتناساها بسهولة ولن يفرط فيها بسهولة. هناك اليوم في الوطن العربي حالة رده اذا صح التعبير ضد الهويه العربيه المشتركه ناتجه هذه الرده عن الفشل الذي قادنا اليه الاستبداد السياسي من العراق الى سوريا الى لبنان مرورا بمصر ودول شمال افريقيا الى السودان ايضا أيوة. هناك حديث في كل هذه المناطق عن الهويات العرقيه في مقابل الهويه العربيه الجامعه والعجيب أن هذا الحديث موجود عندنا في اليمن أيضا والكل يعني يتعذر بالاضطهاد الاضطهاد الذي مارسه العرب على الأقليات الأخرى يعني السوداني يقول مثلا أنا أصنف نفسي عربي لكن السعودي ينظر إلي على أني إفريقي ما بيعاملنيش كعربي ويعتبرني عرقية أدنى من عرقيته وكذلك الحال مع الكردي والامازيغي واليمني الذي يتعرض للاغتصاب والاستعلاء من قبل الهاشميه السياسيه اللي بيعتبرها ليست يمنيه الكل يشكو الاضطهاد والسبب كما قلت هو فشل الحياه العربيه بسبب حكومات الاستبداد الفاشله الاستبداد داء سوس كل شيء في المجتمع وهدم كل الاسس التي تقوم عليها الروابط التي تربط أعضاء المجتمع وبدلا من التركيز على مقاومة الاستبداد يهرب البعض إلى إثارة مشكلات جانبية من باب رد الفعل رد فعل غاضب أكثر من معالجة حلمية للمرض عموما أحيانا التفكير في المسألة القومية يكون ضروري بشروط كما أقول دائما إذا, كان إذا كنا بنتكلم عن هوية ثقافية وليست عرقية فهو مكبو فهي مقبولة حتى لو كانت على مستوى الوطن البسيط المحدود. تعالوا نستمع الى هذا المثقف السوداني وهو يشرح مشكلة مع العرب لنعرف من اين تؤكل الكتف. انت بتتحدث عن الهويه، ماذا تعرف عن الهويه؟ هل انت عربي؟ وهل العرب يقبلونك؟ روح السعوديه شو بيقولوا انت مستعرب ليس الا مستغرب ليس إلا لكن القضية الموجودة في السودان تركيبة السودان بيتكون من 583 قبيلة يا أخي الكريم وبيقعوا تحت طائلة أو تحت مجموعات حوالي 12 مجموعات ثقافية وأنا أخاف ممكن أن تكون ما بتعرف مجموعتك الثقافية يا تا. كويس هذه المجموعات الثقافية هي اللي بتشكل الدولة اللي اسمها السودان العيب بتاع الحكومات اللي توالد على حكم البلد هي مشهد على النمط الحدد قبل انشاء الدولة ان يعني يكون الدولة دي دولة عربية ودولة اسلامية هنا تكمن الخطأ التاريخي مشهد على المنوال ده قالوا الناس المعارب يتم تعريبه فكرة ان تتنازل عن ثقافتك لكي ترضي عنك صاحب الثقافة المهيمنة القوية هذه الفكرة فكرة غير مجدية ايضا وغير مضمونة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانت اوروبا وامريكا ترحبان بالمهاجرين باعتبارهم يعني دماء حيويه جديده تحتاج اليها الماكينات الغربيه والمجتمع الغربي الذي عزف عن الانجاب واصابه داء الحضاره المتفوقه وكانت هذه المجتمعات تظن ان المهاجرين اليها سيذوبون فيها بشكل نهائي او يعودون ادراجهم الى بلادهم بعد ان تاخذ احسن ما لديهم بعد ان تستنزف قواهم وابداعهم لكنهم اكتشفوا ان المهاجرين تحولوا الى مجتمعات صغيره كانتونات داخل المدن الغربيه جاءوا بثقافاتهم المحليه وتمسكوا بها واصبحت هذه الثقافات تهدد ثقافه المجتمع الغربي وهنا استيقظت لديهم الانا الغربيه وبدأوا يصرخون ارجعوا المهاجرين الى بلادهم مجتمعاتنا تتعرض للخطر وهم في الحقيقه معذورون في ذلك الى حد كبير يعني لكن السؤال الذي يحتاج الى جواب هو طيب لو قرر هؤلاء المهاجرون الاندماج الثقافي في اوروبا مثلا هل ستتعامل معهم اوروبا كما تتعامل مع الاوروبي الاصلي ام ان عرقيتها ستستيقظ يوماً ما وتبدأ في الفرز الداخلي على أسس عرقية وتقول لك هذا أوروبي أصلي وهذا أوروبي مش أصلي من يضمن أن هذا ما لن يحدث؟ من يضمن أن ال النازية لن تعود والفاشية وما شابهها من الدعوات العنصرية؟ ما دام أن الأمر متعلق بضمير المجتمع الآن في أوروبا حلوة وجيدة ومحترمة لأن الأمر متعلق بضمير المجتمع لكن هذا الضمير الذي لا يحكمه دين سوى الدين الطبيعي الذي يصنعه الإنسان لنفسه حسب حاجته هذا الدين حاجات الإنسان الغربي اليوم يمكن تفرض وجود الديمقراطية والمجتمع الحر المفتوح لكن بمجرد أن تتغير هذه الحاجات ممكن يتغير معها الضمير تغير معها الطاقم الثقافي والأخلاقي كله اليوم الاخلاق الغربيه الديمقراطيه الليبراليه مطلوبه لانه حاجه الانسان الغربي بتفرضها لكن لما تتغير الامور ممكن يتغير كل شيء والفلاسفه الغربيون لا يستبعدون ذلك لا يستبعدون ذلك يعني لو كان الغرب حريص بالفعل على القيم الديمقراطيه التي يؤمن بها وحريص على تقريب العرب من نموذجه الثقافي والاخلاقي تقريب الاخرين كلهم لو كان حريص على ذلك فعلاً لما وقف دائماً إلى جانب الحكومات العربية المستبدة اللي بتفشل حياتنا ولما عمل على إنعاش الهويات المذهبية والطائفية والمناطقية في مجتمعنا لو كان حريص فعلاً على إزالة مخاوفة من النموذج الإسلامي لساعدنا على توطين الديمقراطية في مجتمعاتنا لأنها الديمقراطيه كفيله بترويض كل المتطرفين وتجفيف مواردهم لكنه بدلا من ذلك الغرب يفعل العكس معنا يروح يجيب الحوثي من اخر الدنيا ويدخل الصنع يمكن له ويحميه طبعا بطرق عديده عبر ادواتها المحليه والاقليميه وهي ادوات ماكره الامريكان والغربيين افشلوا التجربه الديمقراطيه الحقيقيه في اليمن داخل وهي يمكن التجربه الوحيده الحقيقيه داخل المجتمع داخل الجزيرة العربية أفشلوها تجربتنا مع الربيع العربي في الربيع العربي كشفت عن الغرب الغطاء وجعلت بصرنا اليوم حديد جعلت بصرنا اليوم حديد صرنا نعرف بالضبط من هو الغرب وماذا يريد ستظل يعني سنظل بحاجة ماسة لهوية ثقافية جامعة ولا مانع بعد ذلك من وجود دوائر متداخله من الهويات الثقافيه ما دامت دوائر منسجمه غير متعارضه ومتناقضه ممكن تكون عندنا دائره هويه محليه وقوميه عربيه ثم اسلاميه يعني لا مشكله مثلا في ان تكون يمني وعربي ومسلم مثل ما انه الفرنسي فرنسي واوروبي ومسيحي المهم ان يكون لديك تعريف واضح لكل هويه من هذه الهويات ماذا تعني بيمني؟ من هو؟ من هو اليمني؟ من هو العربي؟ من هو المسلم؟ مهم تكون عندك هويات واضحه وهذا شغل الفلاسفه. ينبغي ان يكون لديك فلسفه واضحه في هذا الموضوع. على الاقل حتى تفرق بين ما هو غزو ثقافي وما هو تلقيح ثقافي وما هو مشترك انساني علشان مش كل حاجه تحسبها غزو ثقافي وتردها. وعلشان تجيب على نفسك في النهايه هل الاحتفال بالكريسماس مقبول من الناحية الثقافية أو غير مقبول أقول من الناحية الثقافية وليس من الناحية الدينية لأنه لأن الأحكام في العالم ليست كلها دينية يعني مش كل الأحكام دينية ما في أحكام علمانية هناك أحكام علمانية أيضا هل يصح أو لا يصح هل هو جيد أو ليس جيد هل هو سيء أو أو جيد مقبول أو غير مقبول هذه أحكام علمانية إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله